لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لفريق آخر أما يكون المنتخب الدنماركي بأفضلية واضحة للدنماركيين أم يكون المنتخب الأسترالي. الدنمارك 4 نقاط، فرنسا 6 نقاط المتأهلة، أستراليا نقطة واحدة. الدنمارك 4 نقاط عندها هدفين ومسجل هدف، أستراليا نقطة واحدة عندها هدفين وفي مرمى 3 أهداف. إذن التعادل يكفي لمنتخب الدنمارك لكي يحصل على المركز الثاني ويرافق المنتخب المباراتين أستراليا وبيرو. والدنمارك أمامك، السقوط على أرضية الملعب وبالتالي مطالبة بضربة جزاء في هداية. الدنماركيين أفضل، طالب بضربة جزاء. هنا التقدم مرة أخرى والتقدم لاعب الدنماركي اللاعب الذي يشركه المدرب. الضربة الركنية اللعبة الرأسية تحولت ولكن تمر بسلام. الفرنسيين يضغطون الآن والفرنسيين عندهم دوري المجموعات. الفرنسيين ممكن أن يفعلوا ذلك لو فرنسا التعادل بلا أهداف. هنا أستراليا وبيرو التعادل بلا أهداف هناك، وبالتالي الصفرين حاضرين في الاثنين وتأهل إلى الاثنين. وبالتالي خرجت إيران والتسديد أمامك لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مطالبة مرة أخرى، ضربة ركنية للفرنسيين، اللعبة الرأسية تحولت ولكنها مرت بسلام بتقدم ميلة. والكرة الفرنسية الخطيرة تصل الفريق الذي يضغط الآن لكن هطار الذي لم يسجل لغاية الآن مع المنتخب الفرنسي بيكون مركيين. وعودة الفرنسيين، السقوط على أرضية الملعب، الكرة تحول إلى مرة أخرى تحولت في الجهة اليمنى. اللعبة المنتخب الفرنسي نقلة خاطئة، خلاص انتهت محاولة المنتخب الفرنسي على أساس تعود مرة أخرى في المباراة. اللعبة أمام المرمى بمبدأ السلامة، الكرة تمر وتقدم أيضا باران دائما المنتخب الفرنسي. اللعبة عالية مقطوعة يتقدم لجريزمان، جريزمان ينقلها ودنماركي. الله 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 يأتي الهدف الدنماركي الأول. وصلت الآن للمنتخب الفرنسي محاولة التسديد. الآن تأتي التسديدة، حلوة حلوة التسديدة، حلوة التسديدة من عثمان ديمبلي. يسدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يمرر وهيئ الكرة لنفسه عثمان. عثمان يسدد لكن تمر بمتابعة كاسبر لجولة القادمة الدور الثاني. وصلت الآن لمصلحة المنتخب الدنماركي، عاد لكي يدافع. سقوط أيضا على أرضية الملعب والكرة لعبت عالية للمنتخب الدنماركي. لا زال والتسديدة الحاضرة لكنها تصل إلى شمايكل. تسديدة ضعيفة الحقيقة من تين. الهدف الأول يمكن الجول الأول. اللعبة الكرة بها كرة عالية وسريعة ما فيه شيء، فيها فرصة خطيرة. التسديدة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، حلوة.